بسم الله، السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على روفز واستراتيجيز. طبعا هنا يبقى احنا خدنا المره اللي فاتت او في البرزنتيشن اللي فاتت دي اللي هو الموسم بتاع البروفنج والدايركت بروف والاندايركت بروف عن طريق الكونترا بوزيشن والكونترادكشن. هنا ممكن ايه نستخدم اساليب مختلفه زي عشان نعمل بروف عن طريق ان انا لو عندي ديفرنت كيسز بقى ديفرنت كيسز همسك كيس كيس واثبتهم مع بعض. احنا هنا بنقول ان احنا هنستخدم طريقه ان انا اعمل بروف للثيورم بتاعتي عن طريق ان انا اعمل بروف لكل البوسيبل كيسز بتاعت الثيورم. ماشي كده؟ يعني الثيورم دي هتتكون من ارجيومنت كده وهنشوف الديفرنت كيسز بتاعتي وهثبت كل كيس على حده، ولما اعمل ما بينهم يعني هحاول اثبتها عن طريق الاور او الاند، ها فهنشوف ايه النتيجه اللي هتطلع يعني. وفي طريقه تانية ان انا اعمل بروف للثيورم عن طريق اعمل بروف للاكزيستنس بتاعت الاوبجكت بتاعها والبروبرتيز بتاعتها. فخلينا نشوف البروف بتاع الكيسز ده. يبقى ممكن يديني ارجيومنت كده ما اعرفش اثبتها كلها على بعضها كده، فلازم اقسمها لمجموعه من الكيسز، وهنشوف الكلام ده في اكزامبل. والكيسز دي بتاعتي هنشوف بقى ان انا عشان ابروف الكونديشن ستيتمنت ده يبقى هعملها بي 1، هقسم البريمس بتاعي عندي بي 1 اور بي 2 اور بي 3 كده، كله ده امبلاي ايه الكيو، تمام. وهنيجي بقى نعمل ايه ان انا عشان اثبت ثيرم زي دي كده يبقى انا عندي ديفرنت كيسز، تمام. فهاجي اعمل ايه؟ هنعملها عن طريق التوتولوجي، هنثبتها عن طريق التوتولوجي بحيث ان انا عندي هثبت الكيس الاولانيه اللي هي بي 1 امبلايز كيو، وبعدين اعمل اند الكيس الثانيه البي 2 امبلايز كيو اند وهكذا. يبقى انا عشان اثبت الارجيومنت دي كلها هنقسم الاول الارجيومنت دي مجموعه من الكيسز وهثبت كل كيس على واحده، يعني بي 1 امبلايز كيو الاول وبي 2 لازم اثبتها ان هي ترو، وبعدين بي 2 امبلايز كيو اثبتها ترو وهكذا. واضح؟ يبقى طبعا الاند بتاع كل ترو هيطلع لي الايه؟ هيطلع لي ان الستيتمنت بتاعتي او الثيورم دي ترو. يبقى احنا عندنا في عندي هيحصل الجزء الاولاني ده ديس جانكشن ستيتمنت او ديس جانكشن بتاع مجموعه من البروبوزيشنز دي، هنعمل ليها كونديشنال ستيتمنت. ده كده ده كونديشنال ستيتمنت وده كونديشنال ستيتمنت. هثبت ان كل كونديشنال ستيتمنت من دول عباره عن ان هو ترو، يبقى كل كونديشنال ستيتمنت ده عباره عن كيس سيبريت عن الايه الكيس الثاني. فنتيجه ان انا اثبتت ان كل كيس من دول ترو يبقى لازم الاند بتاعهم يبقى ايه؟ يبقى ترو. يبقى انا هستبدل لو انا عندي هنا المفروض بي امبلايز كيو كده، فالبي تي هفصلها لمجموعه من الايه؟ لمجموعه من الكيسز زي ما انتم شايفين كده. يبقى البي هي ايكويفالنت لبي 1 اور بي 2 اور بي 3 اور لغايه بي ان. دي الفكره يعني. هو ده الشرح بتاعها اللي انا بقوله. طيب هنا بيقول استخدم البروف باي كيس، ها تو شو ذات المودولس بتاع اكس واي لاكس لوحدها ملتبلاي ايه؟ هتبلاي الابسولوت فاليو، يعني عايز الابسولوت فاليو. طبعا هو بيفكرنا عندنا ابسولوت فاليو بتاع اي انتجر سواء عندي او اي ريل نمبر، يعني مثلا نفترض اكس والواي دول هما ريل نمبر، هو عباره عن ايه؟ لازم يطلع الاي ايكوال لايه يعني، والاي دي لازم تطلع اكبر من او يساوي ايه؟ الزيرو. والايه برضه ممكن تبقى نيجاتيف، يعني الايه ممكن تبقى بوزيتيف ممكن تبقى نيجاتيف. احنا عندنا هنا الابسولوت فاليو بتاعتي بتاعت الايه اكيد هتطلع بوزيتيف سواء الايه عندي اكبر من او يساوي زيرو او اقل من او يساوي ايه؟ اقل من او يساوي زيرو. فانا هنقسم الشغل بتاعنا لعدد من الكيسز. ليه نقسمها لعدد من الكيسز؟ لان انا عندي اتنين فاريبل، الاثنين فاريبل دول اللي هو الاكس والواي، فعندي ممكن نقول
ان الاكس عندي ممكن تبقى مثلا زيرو اكبر من او يساوي زيرو. يعني احنا عندنا مرة الاكس اهي ممكن تبقى بوزيتيف اوكي، والواي ممكن تبقى بوزيتيف، دي كيس. وممكن كيس تانية عندي ان الاكس نيجاتيف والباي بوزيتيف، يعني هناخد كل الكيسز عندي، وممكن دي تبقى بوزيتيف ودي هنا نيجاتيف كده، او ممكن دي تبقى نيجاتيف ودي ايه نيجاتيف، صح؟ فانا عايز اثبت عند كل الكيسز بتوعي بتوع الاكس والواي دول ان اللي عندي الكيو دي هي ايه ترو. يبقى احنا عايزين نثبت ان دي كده ترو كيو عند كل كيسز بتاعت الاكس والايه والواي. يبقى احنا عايزين نثبت، يعني مثلا نفترض ان دي هنا بي 1 مثلا، نفترض دي بي 2 دي بي 3 زي السيرما بتقول دي بي 4. فانا عايز اثبت ان عند البي 1 دي كيو ترو، وعند البي 2 الكيو ترو، وهكذا بي 3 الكيو ترو، ودي كده ترو. وبما ان دي لو دي ترو ودي ترو ودي ترو كده ودي ترو كده، اكيد طبعا الاندنج ما بينهم هيطلع لي ان ايه، ان ده كله ايه يبقى ترو عند اي فاليو. ده المفروض اللي احنا ايه هنعمله. يبقى زي ما احنا شفنا كده، ده القانون بتاعي اهو، بقسمه مجموعه من كيسز وهثبت ان عند كل كيسز ايه دي ترو ودي ترو ودي ترو، والاعمل اند ما بينهم اكيد يبقى طلع كله ايه ترو. طيب يبقى احنا عندنا هنا زي ما انت شايفين كده الفورمولا بتاعتي، ان احنا عندنا ان الاكس والواي نون نيجاتيف يعني بوزيتيف يعني، وممكن الاكس نون نيجاتيف بوزيتيف والواي نيجاتيف، او بالعكس، او الاثنين ايه نيجاتيف. وهنقسمهم كل واحد زي ما انا قلت لك كده، اللي يبقى دي هي عباره عن البي 1 ودي البي 2 ودي البي 3 ودي البي 4 وهكذا، ونبدا نحل كيس باي كيس ايه بالترتيب. فانا الكيس الاولانيه عندي هنا ان احنا عندنا مثلا سي ان هنا الاكس والواي نون نيجاتيف، يعني الاكس والواي ايه بوزيتيف، ادي هنا يبقى دي هنا بوزيتيف نون نيجاتيف ودي بوزيتيف، يبقى اكيد هنا الاكس واي هنا ايه هتطلع ايه بوزيتيف هو كمان، صح؟ يبقى هنا الابسولوت فاليو بتاعت الاكس واي اكيد هي الايه الاكس واي، اللي هي عباره عن الابسولوت فاليو بتاع الاكس مالتبلاي الابسولوت فاليو بتاع الواي، يعني كده كل دي كده ترو. وبالتالي بي 1 ابلايز كيو دي عباره عن ايه ترو، يبقى دي كده اتحققت. نمسك الكيس الثاني، عايزين نشوف بي 2 كيو لما الواي هنا الاكس بوزيتيف والواي ايه نيجاتيف. طب الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف هيطلع لي ايه؟ يبقى الاكس واي هنا عباره عن ايه عن نيجاتيف، صح ولا لا؟ نيجاتيف. يبقى الاكس واي هنا بنيجاتيف كده، يبقى اللي عندي الابسولوت فاليو بتاع الاكس واي هي عباره عن نيجاتيف النيجاتيف ساين قصاد الاكس والايه الاكس واي، ماشي كده؟ اللي هي عباره عن ايه، عباره عن الاكس دخل الساين اللي هي جوه مع الواي، يبقى دي بيساوي الابسولوت فاليو بتاع الاكس مالتبلاي الابسولوت فاليو بتاع الايه بتاع الواي. نفس الموضوع هيعملها اللي هو بي 3، وبعد كده ايه بعد كده هيعملها هنا اللي عند الايه عند البي 4. يبقى هنا ايه اللي هيحصل عند كل الكيسز؟ ايه هنستنتج ان الابسولوت فاليو بتاع الاكس واي هي عباره عن الابسولوت فاليو بتاع الاكس والابسولوت فاليو بتاع الواي بغض النظر عن قيمه الاكس وايه والواي. طيب في بعد كده عندي الاكزوستيف بروف، يعني هنا بنعمل ايه بقى في الاكزوستيف بروف ده؟ بنختبر عدد صغير من الاكزامبلز، يعني مثلا من الاكزامبلز بناخد اكزامبلز دومين، يعني بختبر على بعض ارقام كده موجوده جوه الدومين، او عباره عن باخد كل البوسابيلتيز اللي موجوده جوه الدومين، يعني بقعد اجرب برضو بس مش يعني باخد الدومين بقى. التاني كنت بقسم بالكيسز، هنا بنقسم بالدومين، يعني ايه اختبر عند كل فاليو جوه الدومين بتاعتي. طب خلينا نشوف الكلام ده باكزامبل، يعني ايه ازاي كل فاليو. فانا عندي مثلا نفترض ان هو واخد البروف ده، بقول لك بروف ذات ان بلس 1 كيوب ده جريتر ذان او ايكوال 3 تو ذا باور ان،
if n is positive with integer with n ايه positive ده عباره عن positive integer. positive integer يعني ايه هنا؟ يعني الدومين بتاعي هنا صح عباره عن يا اما واحد او اتنين او اتنين او ايه او تلاته او اربعه صح ولا لا؟ فالاكزوستيف ده معناه ايه؟ ان انا هجرب على كل element هنا في الدومين. هنجرب عند كل element فين؟ في الدومين. يعني هجرب اشوف كده الكلام ده ترو لما ال n بواحد ولا لا. ماشي؟ وبعد كده هجرب عند ال n باتنين ولا لا. وبعدين هجرب عند ال n بتلاته وبعدين هجرب عند ال n باربعه. هنقعد نعوض واحده واحده في كل حاله المفروض تبقى ترو، يبقى اذا الكلام ده كله ايه؟ ترو. ماشي؟ ده الاكزوستيف. يبقى انا هنعوض مره بالان بواحد واشوف الكلام ده نعوض، هتلاقيه بيطلع هنا ايه؟ هتطلع فعلا لما الان هتلاقي هنا الرقم ده اللي على الشمال ده هتطلع هنا كام؟ اللي هو 8. هو كده كاتبها غلط، دي هنا المفروض تطلع 2 تو ذا باور 3. ماشي؟ خلي بالكم من الحته دي برضو. ماشي؟ لما الان بواحد ادي 1 بلس 1 يبقى طلع 2، يبقى 2 تو ذا باور 3 يطلع ايه؟ يطلع 8. ده في اليمين ده عباره عن ايه؟ 3 تو ذا باور 1 اللي هو كام؟ 3. يبقى في الحالة دي كده 8 greater than ايه؟ 3. يبقى عند ال n بواحد الكلام ده هيبقى ايه؟ true. نفس الموضوع هنا، يبقى هنا ده 3 to the power 3 اللي هو 27، يبقى 27 أكبر من 3 to the power 2 اللي هو أكبر من 9، يبقى 27 أكبر من 9 يبقى ده هو كمان true. وهتلاقي ده برضه نفس الموضوع وده نفس الموضوع، إذا إن ده ايه؟ دي كده true. خلاص ده الاكزوستيف. يبقى بجرب عند كل element، عند value بتاع كل variable موجود عندي جوه الدومين. طيب في نوع من البروف بعد كده اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اكزيستنس ايه؟ بروف. الاكزيستنس بروف دي معناه ايه بقى؟ معناه ان احنا في بعض النظريات بتستخدم تاكيد وجود الاوبجكت بتاعتي موجوده عن طريق ان هو بيعمل بروف ان البروبوزيشن في الشكل الاكزيستنس بتاعي اللي هو زي ما انتم شايفين كده اللي هو for there is an x او for some value of x be x. ده كده ده بيقول عليه ان هو اكزيستنس بروف، وده بنقول عليه كونستراكتيف. بنشوف هل في element عندي، الاليمنت ده مثلا هو عباره عن a. الا ده بنقول عليه witness. الايه ده بنقول عليه ايه؟ ويتنس. يحقق لي يخلي لي ان البي اي عندي دي ترو. تاني يعني ايه الكلام ده؟ يبقى انا عايز اتاكد من الاكزيستنس بروف بتاعي عشان اعمل اكزيستنس بروف اللي هو بتاع فور سام اكس زير بي اكس. فبتاكد منها ازاي؟ اما اعملها بروف ازاي؟ ان انا اوجد اليمنت يحقق لي الموضوع ده. يحقق لي يعني قيمه للاليمنت بتاعتي عند اليمنت معين. والاليمنت ده لما يحقق لي الخاصيه بتاعتي ان فور سام اكس بي اكس ده ترو، يبقى هو كده يعتبر ويتنس. ويتنس شاهد ان الايه؟ ان البروبرتي دي ترو بتاعتي. ده بنقول عليها اسمها كونستراكتيف. في نوع تاني اللي هو نون كونستراكتيف، ان انا عباره عن ايه؟ ان انا ما لقيش اليمنت ترو بقى عكس التانيه دي. If we don't find an element such that P A true اللي هو يخلي لي for every for some x B x is true، ممكن نشوفها بقى ندور عليها بس بطريقة تانية. ماشي؟ دي ندور عليها بس ايه؟ بطريقة تانية. في طرق كتير بقى النون كونستراكتيف دي انا مش لاقي الاليمنت، مش لاقيها بالطريقة العادية دي. فبنعمل ايه بروف؟ بنستخدم حاجات تانية. ممكن استخدم الكونتراديكشن، ممكن استخدم النيجيشن بتاع الاكزيستنشال كوانتيفاير. ماشي؟ دي طرق تانية عشان اوجد الايه او اتاكد ان هل عند كل اليمنت الكلام ده متحقق ولا لا. فاحنا عندنا عندي البروبوزيشن اللي هي there is for some x p x دي بنقول عليها اكزيستنس ايه؟ اكزيستنس بروف. ماشي كده؟ عشان اثبتها عن طريق بقى حاجه اسمها كونستراكتيف او حاجه اسمها نون كونستراكتيف. فالكونستراكتيف هوجد اليمنت يحقق لي الخاصيه. النون كونستراكتيف يبقى ايه؟ لو انا احاول ادور على حاجه ما تحققليش الخاصيه دي، يعني النيجيشن امشي بالعكس يعني. طيب خلينا نشوف اكزامبل للكلام ده. شو ذات زرار الراشونال نمبر. الراشونال نمبر ده يعني ايه؟
احنا عندنا الراشونال نمبر اساسا هو عبارة عن الراشونال نمبر زي ما هو كاتب تحت كده، هو عبارة عن بنعمل ديفيجن حاجة على حاجة تاني، ماشي؟ يبقى انا عندي نومينيتور ودينومينيتور، البسط والمقام زي ما بنقول بالعربي. يبقى انا عندي الار ايكوال بي اوفر كيو، بشرط عندي ان الكيو دي نوت ايكوال زيرو. طبعا كيو هنا عندي نوت ايكوال ايه؟ نوت ايكوال زيرو. يبقى الار ده عبارة عن راشونال نمبر. فهنا بيقول خلي بالكوا عشان في ارقام الراشونال، في ارقام ايه؟ الراشونال معناه ايه؟ ان هو مش خارج اسمة حاجتين على بعض. يعني الارقام اللي هي الراشونال يعني هو نوت راشونال، دي معناها ان هي نوت ايه؟ راشونال. راشونال مثلا زي ايه؟ مثلا زي 5 اوفر 6 مثلا اهو، ده 10، ده راشونال اهو، ده راشونال، ماشي كده؟ طيب في ارقام بقى بتبقى الراشونال. الراشونال يعني ايه؟ يعني ما يعرفش، ما بيطلعش خارج قسمه حاجتين على بعض. يعني في ارقام بيدانوا ماشي ارقام جنب بعض بس مش خارج قسمه رقمين على بعض، زي مثلا الروت بتاع للتو، او الرقم بتاع مثلا عندك اللي هي الباي تقريبا كده، ماشي؟ دي ارقام الراشونال، ماشي كده؟ الراشونال دي ارقام بقى احنا مش عارفين نجيبهم من ايه؟ من قسمه رقمين على بعض. فخلينا هنا بيقول ايه بقى هنا؟ شو ذات ذير از اكزيست الراشونال نمبر اكس اند واي ساتش ذات اكس تو ذا باور واي از راشونال. يعني انا عايز اقول ان انا في عندي اتنين الراشونال نمبر، بس لما اجيب اكس تو ذا باور واي دي ايه؟ يطلع لي رقم ايه؟ راشونال. طيب ايه هما الراشونال نمبر؟ نفترض ان انا عندي الراشونال نمبر زي ما بقول لكم اللي هو ايه؟ اللي هو الجذر بتاع 2 ده كده. ده احنا الناس كلها عارفين ان جذر 2 ده عباره عن ايه؟ الراشونال نمبر. طب نفترض ان الاكس هو روت بتاع 2 وده روت سكوير بتاع 2 برضه. ان الاكس والواي هما كل واحد فيهم الروت بتاع الايه؟ بتاع 2. طيب هل بقى الروت بتاع 2 دوت ليه كده الروت بتاع التو، هل ده راشونال؟ هنا عمل ايه؟ الاكس ال ده النيجاتيف 2 ده هو عباره عن ايه؟ الراشونال نمبر. فبيقول لك كونسيدر الرقم ده كده اللي هو اكس تو ذا باور واي ده كده، اكس تو ذا ايه؟ باور واي. لو انا عندي الاكس عندي ده هو عباره عن راشونال، يبقى انا عندي المفروض اتنين الراشونال نمبر، ماشي كده؟ اللي هو اكس وواي، ده ايه؟ ده الفرضيه اللي هو كان عاملها، صح ولا لا؟ طب لو انا عملت هنا يبقى الاكس عندي دي نيجيشن جذر 2 والواي هو الروت ايه؟ سكوير بتاع 2. طيب في عندي جمله تانية، ان عندي دي لو ده الراشونال نمبر، الراشونال نمبر معناه ايه؟ يعني ممكن نخلي الاكس هو عباره عن روت سكوير تو ذا باور روت سكوير مع الواي هو ايه؟ اللي هو ان الروت سكوير بتاع الاثنين. يبقى بالتالي اكس تو ذا باور واي هو عباره عن ايه؟ ان هو الكلام ده كده انا عوضت على طول. يعني هو فرض ان الاكس هنا في الاول، هنا الاكس في الحل الاولاني فاضل الاكس والواي الاثنين بروت سكوير، على اساس ان الروت سكوير دول كل واحد فيهم الراشونال، ده اكس بيساوي واي على اساس ان الروت سكوير ده الراشونال. تاني حاجه فرض ان انا عندي دي كلها الراشونال، اوكي، وبالتالي خلى الاكس بيها والواي بايه؟ بروت سكوير بتاع 2. فالاكس تو ذا باور واي طلع لي الكلام ده، طلع لي هنا رقم ايه؟ طلع لي 2. طب ما ال 2 ده هو عباره عن راشونال نمبر، صح ولا لا؟ لان ال 2 هو عباره عن، 2 عباره عن ايه؟ هو عباره عن 2 to the power over 1، يعني 2 over 1 2 divided 1. يبقى 2 ده عبارة عن ايه؟ عن rational number. طب البروف اللي احنا عملناه ده non-constructive ايه؟ existence. ليه بقى؟ لان احنا يعني عملنا البروف بس بطريقة مش اللي هو ال constructive العادي، اللي هو فيه ان احنا بندور على element يحقق لي الحاجة بتاعتي. طيب هو احنا ايه نرجع تاني، احنا عندنا هنا بقول لك لو عندي اكس واي الراشونال يبقى عندي الاكس راشونال، او سوري
ادي اكس والواي الراشونال. هو عايز بقى يثبت ان الاكس واي ده عبارة عن ايه؟ راشونال. لو احنا جينا بصينا الموضوع اللي هو القانون بتاع النون كونستراكتيف اكزيستنس بروف ده، معناه ان انا ملاقيش ها قيمة تخلي لي ان الثيرم بتاعتي دي فاليد اهو. نون كونستراكتيف اكزيستنس معناها وي دونت فايند ان اليمنت ها such that بي تي بي اي از ترو. فاحنا عايزين نعمل هنا ايه؟ احنا عايزين نقول ان احنا ما عندناش دليل ها ان بروبرتي بتاع اكس تو ذا باور واي ده ان هو ايه؟ راشونال. اول حاجه عندي هنقول ان احنا هنفترض ها ان اكس تو ذا باور واي دي، لو انا اعتبرت ان اكس تو ذا باور واي دي إيه اللي هي ايكوال كام؟ نفترض ان هي عندي ايكوال، انا عندي الراشونال نمبر الاول، خلينا الراشونال نمبر اطلعه اللي هو جذر 2 اللي هو روت سكوير بتاع 2. فنفترض ان انا عندي ان اكس تو ذا باور واي، ان عندي هنا الاكس بيساوي الروت سكوير بتاع 2 والواي بيساوي برضو الروت سكوير بتاع 2. يبقى انا عندي هنا الاكس تو ذا باور واي اللي هي عباره عن روت سكوير بتاعه 2 او 2 تو ذا باور روت سكوير بتاعه 2. نفترض ان دي كده هي عباره عن راشونال نمبر، دي راشونال. هل الكلام ده صح ولا لا؟ مش عارف. اوكي كده، يبقى انا ما عنديش دليل ان دي راشونال ولا لا، بس انا عارف ان عندي ان الاكس بتاعتي اللي هي عباره عن جذر 2 والواي هي عبارة عن روت سكوير بتاعت التو دي، دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن الراشونال، صح ولا لا؟ الاتنين دول عبارة عن الراشونال، ماشي كده؟ هل في دليل ان دي كده تبقى راشونال؟ ما عنديش دليل. طيب لو نفترض ان انا عندي جذر 2 تو ذا باور جذر 2 دي، نفترض ان هي دي كده بقى ايه؟ نفترض ان هي الراشونال. لو نفترض ان دي كده الراشونال، ماشي، لو نفترض ان الفاليو دي الراشونال. طيب يعني انا ممكن استخدم بقى الاكس اخليها مثلا اللي هي جذر 2 تو ذا باور جذر 2، ادام انا بقول ان الفاليو دي مالها الراشونال. طب ونستخدم ان الواي خليها هي جذر 2. طب واحد يقول لي دي انت جبت دي منين؟ ما انا فارض انا قالت ان ده عباره عن ايه؟ ان ده كده الراشونال، انا بقول ان دي الراشونال. مره فرضتها هنا لت دي كده راشونال، ودي انا مش عارف الاستيتمنت دي صح ولا لا، ومره تانية فرضتها ان دي كده الراشونال. فادام دي الراشونال يبقى هستخدمها في القانون بتاعي، فدي كده تطلع لي هنا ايه؟ تطلع لي اكس تو ذا باور واي دي بتساوي كده، اللي هي خلينا نكتبها هنا كده، اكس تو ذا باور واي بتساوي اللي هي 2 تو ذا باور كده، ماشي كده، وبعدين نعملها هنا تو ذا باور جذر 2، كل ده كده الباور بتاعته اللي هي عباره عن جذر 2 دي بتساوي ايه؟ بيساوي جذر 2 كده او روت سكوير بتاع 2 اللي هو تو ذا باور روت سكوير بتاع 2 ملتبلاي 2 روت سكوير بتاع 2 اللي هي عباره عن ايه؟ بيساوي روت سكوير بتاع 2 تو ذا باور 2 اللي هي بيساوي ايه؟ بيساوي في الاخر 2. انا فرضت مره ان هي دي راشونال، فرضت ان هي راشونال، وفرضت مره ان الفاليو دي الراشونال. احنا بنقول في القانون بتاع النون كونستراكتيف ان احنا مش لاقيين اليمنت يخلي لي ان البروبرتي دي ترو اساسا، هو دي الفرضيه بتاعتي. القانون بتاع النون كونستراكتيف ان هو ايه؟ مفيش عندي دليل يقول ان الستيتمنت دي ترو، فهو عمال يجرب مره، بيجرب مره، يجرب هل دي راشونال ولا لا، هل الستيتمنت دي ترو ولا لا، هل الستيتمنت دي ترو ولا لا. فهو هنا مش لاقي دليل، مفيش عندي حاجه تجزم الموضوع. انا فرض ان الرقم ده كده كده هو الراشونال نمبر، فانا خدته استخدمته بعد كده كانه فاليو اكس، بس هل ده الراشونال اساسا؟ هل ده الراشونال؟ انا مش عارف هل ده الراشونال، انا فرضت ده كده،
بس فرضت ده ان هو الراشونال، طلع لي هنا رقم ايه؟ طلع لي رقم راشونال، صح ولا لا؟ بس هل دي الراشونال؟ مشكلة. طب ولما فرضت ان دي راشونال طلع لي باستخدام دي كده، بس هل اللي طلع ده راشونال؟ انا مش عارف اللي طلع ده راشونال ولا الراشونال، مع ان في مرة محققة ومرة مش محققة. اوكي، انا ما عنديش يعني، انا عملت كأني عملت ترايل كده ماشي، والترايل ده انا عندي حالتين ومش عارف فين وفين فيهم، هل فيهم حالة صحيحة ولا لا. اساسا انا استخدمت القانون العادي خالص، اللي هو ده بص، ده وده كده، استخدمت انا ببني على الكيس دي كده، اللي هو اكس تو ذا باور ايه واي، ماشي كده. ادي عندي هنا اكس تو ذا باور ايه تو ذا باور واي، انا عايز اعمل كده. فلو انا عندي اعتبرت ان الراشونال نمبر هو جذر 2 كده صح، يبقى انا خليني الاكس والواي كل واحده فيهم بايه؟ بجذر 2. فاكس تو ذا باور اكس هتطلع لي هنا ايه؟ جذر 2 تو ذا باور جذر ايه؟ تو ذا باور جذر 2 صح. بقى السؤال بتاعي، هل ده راشونال ولا لا؟ فانا جيت مره فرضت ده اهو، ده السؤال، هل ده راشونال؟ فانا مره قلنا ان ده راشونال ماشي ومشيت مع الحل، ومره تانية وفرضت ان هو الراشونال ومشيت مع الحل. فرضت مره راشونال ومشيت مع الحل، ايه اللي حصل؟ طلعني النتيجه بس انا مش عارف دي راشونال ولا لا اساسا. ولما فرضت الراشونال طلع لي نتيجه ان هو في راشونال فاليو، صح ولا لا؟ اللي هو ده طلع لي 2، بس انا مش عارف هل هو ده اساسا الاساس الفرضيه اللي انا فرضها دي صح ولا غلط. هنا عندي ده اللي هو نون كونستراكتيف، معناه ان مفيش بدليل على ان البروبابيلتي بتاعتي متحققه. يونيكنس بروف ده عباره عن ايه؟ في بعض البروف ان في يونيك اليمنت بيحقق لي الخاصيه بتاعتي، ان هو اليمنت واحد بس جوه الدومين هو اللي بيحقق لي الايه؟ الخاصيه، وان مفيش اليمنت تاني بيحقق الخاصيه دي. يعني لو عندي دومين وقلت لك هل عايزين نسبة اليونيكنس ان الخمسة هي اللي بتحقق الخاصية، يبقى انا بحلها عن طريق تو ستيب. ستيب الاولانية ان انا اثبت الاكزيستنس ان الاليمنت خمسة ده هو اللي بيحقق لي البروبرتي بتاعتي، والستيب التانية ان انا اجيب اي رقم تاني غير الخمسة واثبت ان هو ما بيحقق ليش البروبرتي بتاعتي. فعشان كده بنقسم هنا بروف على جزئين، جزء اكزيستنس وجزء يونيكنس. اكزيستنس معناه ايه؟ ان الاليمنت اكس ده فعلا بيحقق لي الديزاير بروبرتي بتاعتي. اليونيكنس معناه ايه؟ ان اذر اليمنت زي الواي مثلا doesn't have the desired ايه بروبرتي. طيب هو عايز هنا بيقول لك شو ان الاي والبي دول ريل نمبر والاي نوت ايكوال زيرو. لو الاي والبي دول ريل نمبر والاي نوت ايكوال زيرو، يبقى انا عندي في ريل نمبر ار، والار ده بيتحقق عن طريق الايه؟ عن القانون ده. عندي هنا الار، الار دي لو انا جيت حليتها هنا بالمعادله دي هتساوي ايه؟ هيساوي نيجاتيف بي ديفايدد ايه؟ ديفايدد ايه؟ لو انا جبت يبقى دي الار، تخلينا بقى هعوض عنها تاني في المعادله بتاعتي. يبقى انا عندي الايه ماشي، هشيل الار دي واحط مكانها ايه؟ اللي هي نيجاتيف بي ديفايدد ايه؟ ديفايدد ايه كده؟ بلس بي دي كده بيساوي ايه؟ بيساوي لو جينا حليناها هتساوي الاي دي هتروح مع الاي دي هيساوي نيجاتيف بي بلس بي كده بيساوي زيرو. يبقى انا عندي ريل نمبر ار ده اكزيست يعني موجود يعني يعتبر. يبقى ده كده ايه؟ في ريل نمبر ار بيحقق لي الموضوع ده. انا رحت جبت الفاليو بتاعه الار الاول، فالار نيجاتيف بي ماينس ايه، يبقى انا كده عملت ايه؟ اكزيستنس صح؟ دي الستيب الاولانيه اللي هو الاكزيستنس ده كده اهو، ان هو حقق لي البروبرتي، يبقى ده الاكزيستنس بتاعتي ماشي. يبقى دي الستيب الاولانيه الاكزيستنس، يعني ايه؟ جبت الفاليو بتاعت الار ورحت معوض عنها في القانون، طل حققت لي البروبرتي ان هي ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. عايزين نحقق بقى اليونيكنس، ان انا اجيب ايه؟ ريل نمبر تاني واشوفه ما بيحققش البروبرتي ولا لا.
نجيب الريل نمبر تاني ازاي؟ نفترض ان في ريل نمبر تاني اسمه اس مثلا، بحيث ان عندي ال A S بلس ال B ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. جبتها منين؟ ما نعوض شلت ال R، ما انا قلت في رقم تاني غير ال R، فهنعوض عنه هنا بايه؟ ب S. هنقول بقى ان احنا عندنا الكلام ده طبعا هو المفروض اكيد بيساوي ال A R بلس ايه؟ بلس B، صح ولا لا؟ وانا عندي ال R هنا كنا فرضنا في الاول بكام؟ نيجاتيف بي على ايه؟ على ايه؟ طيب يبقى انا عندي هنا ال A S بيساوي ال A R، صح ولا لا؟ ال A S ايكوال ايه؟ ايكوال A R، مع ال B هتروح مع ال B، ال B دي اللي هتروح مع ال B دي، ال A S ايكوال R A R. وبالتالي عندي هنا برضو هنطير نديفايد على ال A، يبقى ال S ايكوال ايه؟ ايكوال R. وانا عندي هنا ال F بقى، ال R لا تساوي ال S أو ال S لا تساوي ال R، إيه اللي هيحصل؟ يبقى أنا عندي إن A S بلس B لا تساوي الإيه؟ الزيرو. يبقى أنا كده أثبتت الخطوة التانية بتاع اليونيكنس، لأن أساسا المفروض من الأول، المفروض من الأول إن أساسا الفرضية بتاعتي إن ال S المفروض لا تساوي الإيه؟ لا تساوي الايه؟ الار. يبقى احنا عندنا هنا بنقول لو انا عندي element x بيحقق لي البروبرتي بتاعتي يبقى ده existence. لو جبت element تاني زي الواي، بس الواي ده لازم لا يساوي الايه؟ لا يساوي الاكس، صح. والواي ده المفروض ما يحققليش الايه؟ البروبرتي. فاحنا عملنا هنا نفس الموضوع، جبت اول حاجه ان غلط الفاليو بتاع الار وعوضت عنها في القانون فطلعت لي بزيرو، يبقى ده existence، يبقى غلط هنا existence. عايز اعمل اليونيكس بقى، عملت ايه؟ رحت فرضت ان في اليمنت تاني اسمه اس، وده ريل نمبر. طيب ال A S بلس B ايكوال زيرو، طب ما هو الزيرو اساسا بيساوي A R بلس ايه؟ بيساوي B، صح؟ طيب ويبقى ال A S بيساوي A R، يعني معنى كده ال S بيساوي R. طيب وبعدين، طب ما ال S بيساوي R دي معناه ايه؟ يعني الاس دي هتحقق، بس انا المفروض في الفرضيه بتاعتي ان الاس لا تساوي الار، وبالتالي اكيد الفاليو دي لا تساوي الايه؟ لا تساوي الزيرو. في عندي بقى في بروف استراتيجي بيقول عليها اسمها الفوروردنج. احنا الفوروردنج اللي هو اللي احنا الطريقه العاديه اللي احنا بنبدا من البريمس الاول، وبعدين بنستخدم مجموعه من الستبس كده عشان توصلني للكونكلوجن. دي الفوروردنج ريزوننج، اسمه فوروردنج ايه؟ ريزونينج. ان انا ابدا بالطريقه العاديه اللي احنا شغالين بيها، ان انا ابدا اجيب اكتب الستيتمنت، اطلع البروبوزيشنز، اجيب البريميسز، وامشي ستيب ستيب كده لغايه لما اوصل للايه؟ للكونكلوجن. دي اللي هي الفوروردنج. في نوع تاني اسمه الباكورد ريزونينج، عشان نثبت ان البي امبلايز كيو مثلا، بنمشي بالعكس. ان انا ايه؟ عايز اثبت ان ان كيو دي ترو، فبمشي بالعكس، اروح ادور على فاليو بتاعت بي هي اللي تحقق لي ايه؟ الكيو. ده بس مجرد ديفينيشن، طريقتين موجودين. خلينا نشوف الاكزامبل احسن عشان نشوف نفهم الكلام ده ماشي ازاي. فهنا بيقول لي عندي هنا given two positive real numbers، عندي اكس وواي، وهنا الاريثماتيك مين بتاع الاكس والواي اللي هو الافريج بتاعهم اللي هو اكس بلس واي على 2، وفي عندي الجيومتريك مين بتاع اللي هو ايه؟ الروت سكوير بتاع الاكس وواي. When we compare the arithmetic and geometric mean of a pair of distinct positive real number we find the arithmetic mean is always greater than الايه؟ geometric mean. يبقى دايما هو عايز يثبت ان عندي الارثماتيك مين اللي هو اكس بلس واي ديفايدد 2 ده always greater than ايه؟ اللي هو geometric mean اللي هو الروت سكوير بتاع الاكس ايه؟ multiply واي. فهو انا بدي اكزامبل ان هو الاكس ب 4 والواي ب 6، فانا عندي 5 ده الارثماتيك مين، وده الايه؟ جيومتريك مين. 4 في 6 ب 24، فده دايما اكبر من ده. طيب هل احنا عايزين نثبت هل دي على طول اولويز ترو ولا لا؟ هل عايزين يعني عايزين نثبت كان وي بروف ان ذيس انيكواليتي اولويز ايه؟ ترو. الانيكواليتي دي اولويز ترو نثبتها ازاي؟ فهنبدا من القانون اللي انا كاتبه فوق ده، ماشي؟
طب نبدأ من القانون اللي انا كاتبه فوق ده. لو خدت انا عشان اشيل الروت سكوير ده عشان نسبة الانيكواليتي، نشيل الروت سكوير ازاي؟ يبقى انا اخلي الناحيتين تربيع، صح ولا لا؟ يعني اخلي الاثنين تو ذا باور 2. يبقى انا عندي الناحية الشمال دي اللي هي اكس بلس واي تو ذا باور 2، تمام كده كده، ودي هنا ديفايد تو ذا باور 2، ده هتبقى ديفايدد ايه؟ ديفايدد 4، والناحية الشمال هتبقى اكس واي بس، ماشي؟ طيب ونودي 4 دي الناحية التانية، هنحل يعني كده، يبقى عندي هنا اكس بلس واي تو ذا باور 2 كده بيساوي 4 اكس واي، يعني 4 اكس ايه؟ اكس واي، تمام كده؟ طيب لو انا فكيت دي كده، فكيت دي، نفكها دي ازاي؟ اللي هي عبارة عن اكس سكوير بلس طبعا اللي هي 2 اكس واي بلس واي سكوير، دي بيساوي 4 اكس واي، ماشي كده؟ يبقى انا بحاول احل الايه؟ الانيكواليتي، سوري هنا دي مش بيساوي، لان دي كانت جريتر زين كده، ودي كانت جريتر زين كده، ماشي كده؟ طيب نودي 4 اكس واي الناحية التانية، هيطلع لي يبقى عندي هنا اكس سكوير، ماشي؟ هنا نيجاتيف 2 اكس واي، هنا بلس واي سكوير، دي اكبر من ايه؟ اكبر من او يساوي زيرو، اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي الكلام ده عبارة عن اكس نيجاتيف واي الكل سكوير اكبر من ايه؟ اكبر من زيرو. طيب يبقى احنا هنا دي equivalent دي. طيب ودايما احنا طبعا عارفين اكس ماينس واي سكوير اي حاجة ناقص اي حاجة تانية ادامها هطلعها سكوير هتلاقيها اكبر من زيرو، وده طبعا الشرط ده متحقق عند اي اكس نوت ايكوال واي، اي اكس نوت ايكوال ايه؟ نوت ايكوال واي، صح ولا لا؟ عشان يستثني الحالة خالص اللي هي بتاعت الايه؟ الزيرو، ماشي؟ يعني واحد يقول لي الاحسن ممكن الاثنين يبقوا زيرو، ما هو زيرو ماينس زيرو المفروض هيطلع مش اكبر من الزيرو، لا ده احنا لو واحدة فيهم زيرو والتانية لازم تبقى حاجة تانية، تبقى واحد تبقى اتنين، حتى لو طلعت الفاليو نيجاتيف هيطلع اي قيمة هتطلع اكبر ايه؟ واي. يبقى اذا الفاينل ستيتمنت دي اللي انا وصلت لها دي دايما ايه؟ ترو، يبقى الانيكواليتي اللي فوق دي مالها؟ ترو. يبقى احنا زي ما مشينا كده هنمشي بقى، ده الفورورد، ده الريزون الايه؟ الفورورد. لو احنا عايزين نحلها بالطريقه الباكورد يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنمشي بالعكس، هنوصل ل يعني بعد ما حلتها كده نقعد نحلها بس بالراجع بقى، يعني نبدا من تحت وانا طالع لفوق، يعني بعد ما حليتها فورورد كده ابدا ارجع ايه؟ بالعكس. هنقول بقى بيكوز ان اكس سكوير ناينر اكس نيجاتيف او ماينس واي كل سكوير اكبر من زيرو بتساوي الحل اللي فوقيها دي، وداني ماشي بالعكس، بصوا معايا كده اهو، هنبدا نحل بس الايه؟ بالعكس بتاعها، يعني نبدا من الستيتمنت الاخيره بيكوز ان ده كده كده از بوزيتيف، يبقى اكس ماينس واي واي كل سكوير بيساوي دي كده، وبعد كده نعمل ايه؟ نقوم مودين دي فكينها دي كده، عاملين حاطين نعمل اد نفس الخطوات اللي احنا مشيناها المره فاتت بس بالعكس، هنا بدل ما كنت بطرح ماينس 4 اكس واي هنضيف اكس واي دي كده، عشان دي هنا كده كنا وديناها الناحيه الثانيه فطرحنا الناحيه دي، هنعمل فيها ايه؟ هنجمعها وهكذا كذا كذا لغايه لما نوصل للانكواليتي الايه؟ الاولانيه. ده اللي هي باكورد، ده الباكورد. طيب احنا هنمشي بقى بالباكورد من الستيب الاخيره نطلع لفوق، اهو الستيب الاخيره اكس نيجاتيف واي اللي هو السكوير اهي، دي طبعا دي ترو، صح؟ طيب انا عايز اوصل لايه؟ عايزين نوصل للايكواليتي الاولانيه خالص، فهنمشي كل واحده ستيب بالعكس اهو، بالعكس عشان اوصل من هنا لهنا اعمل ايه؟ هنفك القوس ده، صح؟ اهو جينا فكينا القوس طلع لنا دي كده. طب بعد كده عشان نوصل ستيب الاولاني عامل ايه؟ هضيف 4 اكس واي على الطرفين، فضفنا 4 اكس واي طلع لي الشكل ده، طلع لي الشكل ده. بعد كده هنعمل ايه؟ هنخلي ده على الشكل اللي هو السكوير، هنخليه كده. بعد كده هنعمل ايه؟ هنديفايد 4 على الناحيتين. بعد كده هنعمل ايه؟ هنشيل السكوير بتاع الناحيتين، نجيب الروت سكوير بتاع الناحيتين هيوصل لي الشكل الاصلي، بس كده. حل الفورورد الاول وبعدين نجيب الباكورد. اجيب ستيتمنت سوري
الستيتمنت دي توصلني للكونكلوجن بتاعي. فاحنا عشان نجيب الستيتمنت دي انا عملت ايه؟ رحت حليت الحل بتاعي ده كده، وفي الاخر وصلت السوليوشن ان عندي لو انا عندي اكس ماينس واي كل سكوير ده هيبقى اكبر من ان اكبر من الزيرو. تمام. طيب يبقى دي ستيتمنت انا وصلت لها، او بروبرتي انا وصلت لها، على اساسها همشي بطريقه عكسيه لغايه لما اوصل للستيتمنت الايه الحقيقي. يعني انا اجيب الستيتمنت بتاعتي، الستيتمنت بتاعتي دي هطلع منها بروبرتي بحيث ان انا امشي بطريقه باكورد في الحل لغايه لما اوصل للحل الايه للحل الاساسي بتاعي. وشكرا، اتمنى ان يكون الفيديو اعجبكم، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة مع الاصدقاء.